السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وفي واحد تخصص اللي من احسن التخصصات اللي هو القانون. فالقانون العام او القانون الخاص معروف انه مطلوب في كل القطاعات، اي قطاع مطلوب فيه القانون. مطلوب اول مطلوب في وزاره الداخليه القياد ورجال السلطه اللي كيتعينوا في ليكول دي كادر معظمهم كيبغيوهم يكونوا صحاب قانون لان القانون كيخليه منفتح على كل المجالات الناس ديال الاقتصاد والماليه ايضا كيبغوا الناس ديال القانون كيشرفوا على العقود وكيشرفوا على المراسلات وكيضبطوا المسائل القانونيه الناس اللي في الاوقاف والشؤون الاسلاميه ايضا كيحتاجوا للقانون لانك تكون هناك مصالح اداريه فيها مراسلات وفيها ضوابط خص كل درس القانون اللي هو في في الجمارك خصو القانون في التعليم ايضا داخل وزاره التعليم هناك الاداره المسيره معظم كي خصهم يكونوا في الجانب القانوني والاداري وهكذا كتلقى القانون في جميع القطاعات مطلوب وخصوصا في وزاره العدل وفي القطاع ديال المحاماه يعني كاين الا انه يلاحظ بان الخريجين ديال القانون كيكونوا بواحد الوفره كبيره والاماكن اللي ممكن يشتغلوا فيها حتى كثيره لكن دائما كنلقاو بان المناصب ديال الشغل كتكون شيئا ما محدوده خصوصا مع مع القطاع العمومي كتكون محدوده شيئا ما ولكن ربي كبير سبحانه وتعالى يعني كنعرف شباب ولد عائلات بسيطه جدا وبالكفاح وبالمجاهده استطاعوا ان ان يحصلوا على عمل وعمل جيد وكاين اللي اللي قدر انه يكون مبدع ويقلب على القطاع الخاص او يدير العمل الحر لان عندنا ثلاث انماط من العمل اما الوظيفه العموميه خصك تنتظر حتى تكون واحد المباراه مع الدوله وتدخل لها ويا ترى تلقى بلاصتك وكاين القطاع الخاص هي انك كتقلب على الشركات الخاصه وتدخل ليها ودير معاهم واحد واحد اللقاء ويعرفوك ويشوفوا المهارات عندك والكفاءات ديالك وتدخل القطاع الخاص وكاين العمل الحر هذا هو سيدهم العمل الحر هو ان الانسان كيخدم عقله وكيخدم الفكر ديالو ويستجمع الطاقه اللي عنده ويقلب على الشركات وكيدير عمل الحر ديالو متابع للهذا ولا لهذا هذا كيكون سيدهم هذا كيمشي بواحد السرعه فائقه هما الاثرياء اللي كاين في البلاد الان اللي كي اللي ضابطين شد الاقتصاد كله هذو كلهم مشاو ماشي في القطاع العام ماشي في القطاع الخاص مشاو في العمل الحر ولكن كيبقى العمل الحر كيطلب واحد روح المغامره وكيطلب واحد النوع من 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 الميزانيه وكيطلب واحد خبرة وربي كبير لكن يبدو لا لطيفه وشكلتها هاد الامهات باغين غير الستر ما باغين ترى ما باغيين الشهرة، باغيين غير واحد الوظيفة تدر على أولادهم واحد الرصيد متواضع، يعيشوا مستورين، يشري خبيز، يخلص الضو، يخلص الماء، ملي يترقع يشري واحد السيارة مستعملة، يفرح بها ميمتو، يديها تفوش شوية تشوف الحياة، تشوف العائلة، صافي الشيء اللي داك الشيء الحد في القد، وكنطلب الله سبحانه وتعالى خصوصا المسؤولين في هذا البلد الأمين، في قطاع الشغل، أنهم يوفروا المزيد من الفرص للشباب العاطل. الشباب العاطل ربما كيشعر بنوع من من الحرج بعد ان يحصل على الاجازه حتى الماستر الان الماستر ما بقاش كيتقبلوا فيها كما كان ايام زمان. غير هذه الايام مجموعه ديال الشعب في الاقتصاد والقانون وغيرها فتحوا لي ماستر ولكن كيبغيو واحد العدد محدود جدا اللي عنده اعلى النقط اللي عنده مونسيون بيان والبقيه البقيه اللي بغى يقرا الماستر ما من منعوش يقرا ولكن يخلص والخلاص شويه غالي كي يوصل كيوصل 3 ملايين في السنه خصو يقرا سنتين خصو يوجد ان بيجي في 6 مليون في السنه واللي والديه ما عندوش صعيب عليه انه يقدر يكمل هذا الماستر لان بالماستر كتفتح افاق اكثر من الدكتوراه منها كتكون فرص العمل متاحه اكثر وفي وضعيه احسن ولكن اللي عنده الاجازه كيبقى دائما كيشعر بحرج نحاولوا ما امكن نتبعوا عبر بعض المواقع ديال الوظيفه العموميه الموقع ديال الوظيفه العموميه كندخلوا ليه كنلقاو اشنو القطاعات الحكوميه اللي طالبه موظفين كتلقى وزاره الداخليه مثلا كتقول بغيت موظفين في رجال السلطه او اعوان السلطه كتقول بغيت اطر اداريه في الجماعات المحليه كتلقى التعليم ايضا بغي باغي اطر اداريه ولو التعليم صار مشكل كبير واصحاب القانون يخدموا في الاداره باقي الوزارات الاخرى كلها بدون استثناء راه كطلب دائما كتطلب الشباب باش يشتغل وهنا الفرصه يعني لو لو درنا واحد المعادله لو درنا واحد المعادله ان ملي كيخرجوا المتقاعدين كيمشيو يرتاحوا ويبداو حياه جديده ديال الراحه وديال السعاده نخليو الفرصه للشباب الصاعد يلقى خدمه دابا كنعرف واحد العدد ديال الناس اللي هما فاقوا 60 سنه عنده 62 عام واشرف 63 سنه وباقي خدام وكيشعر بالالم كيشعر بالهرم ما بقاش كيعطي ما بقاش عنده الروح الروح الوطنيه والروح الاجتماعيه والروح الانسانيه والروح الابداع والروح العطاء ما بقاش عنده لانه أعطاه، أعطاه، في السنوات الماضيه وما خدش حاجه كثيره ولا وباقي مازال حصل يعني لو فكر المسؤولون عندنا في هذا البلد الامين ان نسرحوا هؤلاء نخليهم يمشيو يرتاحوا يمشيوا يقابلوا الصلوات الخمس يقابلوا وليداتهم يزوروا العائلات ديالهم ونخليوا الشباب اللي هو في العشرينات انه يدخل يلقى المكان الشاغر نفس المناصب ديال المتقاعدين تحول الى الشباب اللي هما سنه اولى في الوظيفه العموميه وغادي واحد الخير كتير غادي المجتمع كثير دابا الشباب اللي بغى يعطي حصل واللي هما موظفين وكبروا وشابوا وهرموا عيانين وباقيين حاصلين هما في الخدمه وكتلقى بان العطاء ضعيف يسجل بان العطاء داخل الادارات العموميه ضعيف وضعيف جدا والاسباب لان التشبيب قليل والكبار في الصين عياو وكل بقي باقي متمسك لغايات معينه نسال الله تعالى ان يلهم المسؤولين في هذا البلد الامين الحلول اللي تكون ناجعه وتكون سريعة لفائدة هؤلاء الشباب من أبنائنا وبناتنا لأنهم راك يشعروا بالياس ملي كيشعر 28 30 سنة كيبدا يقول كيبدا كي يشعر بالوسواس يعني متى سأشتغل ومتى سوف أدخر ومتى سوف أخطب وأتزوج فكتلقى الشاب عنده 35 عام 37 عام مازال كي كي كيبالي بأن المستقبل غير واضح وهذا الشاب راه هو ثروة وطنية راه اعظم ثروه نفتخر بها في بلاد المغرب راه ماشي الفوسفات ولا الثروه البحريه ولا الثروه الفلاحيه اعظم ثروه نفتخر بها هي ثروه الشباب الثروه البشريه هؤلاء الشباب كنكونوهم كيقراو كيوصلوا واحد المستوى رفيع ومن بعد كيبقى واقف تما وهذا مؤسف للغايه اسال الله تعالى ان يتدخل بقوته وبرحمته وعفوه وكرمه ولطفه وحسن تدبيره جل علاه ويف وي ويفتح لنا الابواب ديال الرحمه وديال العطاء وديال الكرم. اللهم يا ربي يا كريم نل لطيفه، اللهم اسعد قلبها بابنيها، اللهم عجل لهما يا رب بالعمل السليم والجيد والمبارك في القارب الاجال، هم وبقيه ابناء ابناء المسلمين اجمعين، قولوا معنا جميعا امين. امين امين يا ربي يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نوصل ايها الاحباب الكرام واللحظه نتحول الى اقليم سلا مع لاله لطيفه السلام عليكم يا سيدي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيد الحاج لاباس عليك الله يبارك فيك الله يحفظك لطيفه انا فرحانه 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 سيدي الله يعطيك القصر في الجنه بارك الله فيك الشريفه الله يرحم الوالدين ما فرحة قدتني فرحه يا سيدي جزاك الله الف خير طاقم التقني الله يسهل عليكم ما صعب اللهم امين لالا بارك الله فيك سيدي انا 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 خلاني الراجل صغيره وولدت ويمي جوج وكبروا وشد الاجازه ودابا تنقلب على شي خدمة لهذوك الوليدات الله يسهل عليك ما صعب يا ربي يا ربي لالا غير وحيد غير وحيد الا بغيتي انا بغيت لك قصر في يا ربي لله لطيفه اش أه من تخصص داروا الوليدات ديالك؟ وداروا القانون تبارك الله القانون راه مطلوب الحمد لله ولا سيدي عيينه من جاب الله انا مزا وقاسيك واعطيك التيسير يا رحمن يا رحيم باذن الله الواحد الاحد الله عليك ما صعب الله يعطيك قصر في الجنه الله يرحم امينتك الله يحفظك يا لطيفه واخا لاله روحي حد روحي خدم ليا ان شاء الله ندقوا الابواب باذن الله يا الله يعطيك قصر في الجنه انا فرحانه فرحانه انا ما بغيت والو من هاد الدنيا غير وليداتي باش الى مت بركه عليا الله يطول عمرك الحاجه لطيفه دابا خلاك خلاك المول الدار أه بقى صغيره وعندك جوج يتامى وتمحنتي عليهم كيفاش كافحتي حتى وصلتي وتبارك الله ودخلوا الجامعه كنخدم هنا وتن هذا ودابا عييت انا عندي 65 عام تبارك الله تبارك الله وما عندي ما يتسالك انك مغل... انك من اللي, من اللي كبرتيهم وصبرت عليهم حتى وصلوا للجامعه ما, نقولش نقولكش كي دايرين هاد الاولاد ما نقولكش ما شاء الله ما نقولكش الله يرضي عليهم فرصهم ورضا ويغطيهم يا ربي يا ربي يا كريم يا انا بغيت تفطر في الجنة غير وحي حد الله وخ... الجنة الله يطول عمرك نخلي الرقم ديالك إن شاء الله لطيفة ونتواصل معك بإذن الله يا رحمن يا رحيم الله يحسن هذه الامهات كثير انا بره. فرحانه والله يسهل عليك ما صعب يا رحمن الله يعطيك في الجنه الله يعطيك ما تمنيتي وذاك الطاقم التقني تقني معاك هذاك السي سامي الله يعطيه التيسير الله يفرحه ويدخل الجنه يا ربي يا كريم لا بارك الله فيك لا لطيفه سمح لي والله عفو. والله ينصر سيدنا والله يطول عمره والله يعطيه صحيحته والله واللي بغى شي حاجه الله يقضيها يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. سيدي حاجه انا مزوقه فيك. واخا نتواصل معك باذن الله. الله يزيدك من فضله ويحفظ الله وليداتك ويفرحك بهم. والله يحسن الامهات صعيب جدا ان الام كتلقاها ترملت وهي لا تزال شابه صغيره. واعطاها الله تعالى توامين في يدها وكافحت وزمن طويل علم الله الكلام المسكوت عنه في الحوار مع الاخت لطيفه كم كم تعذبت وكم عانت. انسان خدام والرجل والمراه معاونين وما قدروش يربي اولادهم تربيه حسنه وما قدروش يوصلوهم حتى للجامعه. نتيجه لطيفه ما شاء الله عليك بعد تحيه كبيره لك وتشجيع انك انك كافحتي والتعب ديالك والشقه ديالك والعمل ديالك لم يضيع سدى أن وليداتك الحمد لله وصلوا للجامعه وخذوا الاجازه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله